مرحبا جايز نسسن، مرحبا بكم فيديو جديد وفي نهار جديد. اليوم غادي يكون فيديو كله ديزانفورماسيون، كمل في جوج فيديوهات اللي قبل ديال البارح والبارح كله غادي يكون ديزانفورماسيون. اليوم غادي نبارطاجي معاكم واحد لا فيديو اللي مهم ومهم بزاف، اللي ماشي بزاف كيوريوه ما مبارطاجينوش الناس بزاف، وغنديرو على قبلكم واخا فيه شويه التماره. سو الاغلبيه ملي كيجي المطار صبيحه كيجي يهبط هنا في تركيا كيشد الهافابيس، ولا كيجي شي واحد يديه الهافابيس كيديك ديريكتومون للتقسيم، ولكن كيطلع غالي. دابا ولا داير 100 ليره، كان شحال هذه 25 ليره وداك الشيء مع التضخم دابا غلا. سو حنا دابا غادي لارخص واحسن وسيله، غنمشيو بالمترو ان شاء الله، وغادي نبارطاجي معكم كل شيء. الا كنتي اول مره كتفرج فيه ما تنساش دير لايك وكومونتير وتابونا وفعل الجرس، بارطاجي لو ماكسيموم باش يطلع لا فيديو وتكبر لاشين. يلا ليتس جو. في الكاميرا البادي كتمشى كتبقى ستابل ما تزعزعش، صغيرة ومطيورة، انه صغير جايز. هذا هو الطريق التي رجعت لكم مره اخرى، خرج من هذيك البلاصه اللي وريتكم، راه كتمو هذيك الطواله اللي وريتكم اللي شفتوها دابا قبل، كتمو غادي نطول كتلقاو واحد لي زاباغاي صفرين، هذوك لي زاباغاي صفرين على يدكم من اليسر كتاخذوا اسطنبول كارد. اسطنبول كارد غنوريها لكم كيف دايره، هي هذه ضروري، هذه اسطنبول لما كانتش عندك ما عندك والو، كتاخذوا اسطنبول كارد ب 50 ليره كتعمرها ب 50 ولا شحال ما بغيتي، صافي كتجي دير مثلا كنتو تجيو بالمترو، راه من هنا كيديك حتى الكاديكور حدا مضيق البوسفور بحال اللي كنقولو الوسط ديال اسطنبول، كيديك غير ب 9 ليره، عكس الا مشيتي في الهافابيس غتمشي ب 100 ليره. سو قمة الاقتصاد وارخص واحسن وسيله. يلا بقاو معايا جايز. من بعد ما خرجنا من المترو دابا حنا قدام اش كيقولوا واش البحر الاسود ولا ما عرفتش كيقولوا ليه، هذا اللي كي مضيق البوسفور، مضيق البوسفور. المهم كتخرج من دابا انا كنشرح لكم ستيب باي ستيب، كتخرجوا من المترو كتخرجوا لهنا ديريكتومون، انا نوريكم بليزيك ها الخرجه ديال المترو، هنا كاين مضيق البوسفور. هادي اول نقطه دغيا، والله الا دغيا ما حسيناش بالوقت مع المترو كيمشي بسرعه، دغيا جابنا كيحطك في كاديكوي هي التيرمينيس. سو دابا غادي نمشيو بالعباره وغادي نعبروا للجهه الاوروبيه ان شاء الله، ومن ثم التقسيم. يلا ستيب باي ستيب ان شاء الله اقل تكلفه، ونقول لكم الاثمنه وكل شيء، بس اللي جا اول مره وبغى يختار هاد الطريقه رخيصه على هافابيس انا غادي نبارطاجيها معاكم جايز. من بعد كما وريتكم تخرجوا من محطة المترو ديال كاديكوي، غادي تمشوا على يدكم اليمين، عقلوا عليها، ماشي هذيك ستاسيون اللي قدامكم، هذيك اللي قدامكم اللي تلقاو قدامكم هذيك عبارة القدام كيديو للجزر، الدريات قالوا لي سولتهم. المهم كتجيو على يدكم اليمين كتمشوا شوية كتلقاو العبارات عاوتاني هنا اللي كيديو الكاراكوي، عقلوا عليها كاراكوي إيمينونو. كاراكوي إيمينونو في الاول كيما اش قلنا، مشينا من المطار حتى الوسط التقسيم كاديكوي بشحال ب 9 ليره في المترو، دغيا دغيا مبرد ناض. من هنا كتوصل عاوتاني الا كنتي جاي لشي بلاصه من هنا لاسطنبول الاسيويه، كتشد طوبيس ولا مترو هكا كتمشي لبلاصه فين مريزيرفي الاسيويه، الا كنتي باغي تمشي الاوروبيه كتشد العبار اللي دابا انا فيها، عبار انا مبارطاجيها معاكم، وكتمشي للجهه الاوروبيه الكاراكول وكتكمل فين غادي واش التقسيم ولا فين ما كنتي. اوكي جايز كنتمنى ما نكونش بخلت عليكم، مازال نكملوا ستيب باي ستيب كنساليو ان شاء الله.
قاعد تشوفوا هذا الجمال. شوفوا هنا دابا انا خوتي وصلت لكاراكول، دابا غادي نهبطوا يلا وقف. شوفوا الجسر المعلق مشهور مضيق البوسفور، جو رائع في شهر 6 خوتي، جو رائع، سخون سخون سخون، جو سخون ولكن جو جميل. المهم دابا غادي نهبط اخوتي وغادي نكمل لكم لا فيديو حتى نوصلوا ان شاء الله الوسط ديال اسطنبول. يلا جايز كما كتشوفوا دابا انا في التونيل، كتجيو من 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 كراكول، ملي كيحطكم هذيك العباره على البحر على مضيق البوسفور، راه غتزيد شويه كتقطع الشانطي، راه اون فاس معاك كتلقى واحد التونيل مكتوبه تونيل، كتدخلي كتركبوا في هذا، كيجيو بكم سعود ليره حتى للتقسيم. صافي هي هذه الخرجه ديالو، هانتم شارع الاستقلال وغلاطه، غلاطه اللي بغى يمشي لغلاطه، اللي بغى يمشي للاستقلال، هي تقسيم. شحال طلعت لي في المجموع جيت حتى للتقسيم؟ طلعت لي 30 ليره. واش 30 ليره هي 100 ليره؟ امبوسيبل، لا مجال للمقارنه. اوكي جايز يلا